بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى متن القواعد الأربع. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحي نساك بلا بد وأن هدي الله يدمه متن الكتاب فيها قواعد الأربع. قبل أن نبدأ بدراسة المتن نسأل عن أشياء. أنت أين كتابك بلا بد؟ سؤالا إن شاء الله سويدين دون هدي الله يدمه. هذا المتن في التوحيد، لماذا ندرس التوحيد؟ ما تيجني يقول حكوا سابسني توحيدك. سؤال شو حيت هاي محين أدرى سنين توحيدك. حق الله على العبيد وحق وأن كله يدل مديسة. خلقنا من أجلك. درتي سنة لو أبوري. بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنبياء يرسلنا وحاله صدري وإسق درتي. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به. ألا ما أقبل أي عمل سبحانه وتعالى توحيد الآن. ولا يدخل الجنة إلا موحد. شندا لو حق لي يقف موحد وكليته. وغير هذا. السؤال الثاني. يحيى بكر، سؤال شلبات. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن القواعد الأربع؟ محين ودور نينين وأخينه متن القواعد الأربع. لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في الدراسة إلى العلماء الربانيين، ليس لنا أن نقدم أو نؤخر. نعم. أنه أرضي بين النهي أبدادنا وحن لازم أن يعلم ذو الله بتان أنه وحن مهر برين وحن ندب مدبنا. فأرشد العلماء رحمهم الله تعالى الطالب أول ما يبدأ به التوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. وحي علم ذو كهجين وحن وقه الرياء إلا رب الطالب كعين وأخستو إنو يهي توحيدك وحن وقه الرياء والكتاب وأصول الثلاثة وحن كحيق قواعد الأربعة. نعم. سبب تأليف هذا المتن، والله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا المتن أن نرد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمننا. صوبت أقومهم سنة كتاب من الله ألفي إله باكرنا سبحانه وتعالى، لكن وحيقوم وقتها إنه مؤلفك شبهوين كقليها شبهوين كفافية إنه شبهوين كذقاقود وكر دينيه، وهو تقريباً كالخلاصة لكتاب كشف الشبهات. كتاب كني يعني سود وينهان وعلمدي هاي كتاب كأه كشف الشبهات كوكلوي. كما أن الأصول الثلاثة تقريبا كالخلاصة لكتاب التوحيد. كذا أصول الثلاثة هو وتقريبا وعلمدي هاي كتاب التوحيد سبحانه بوليه. لو قال لنا قائل لماذا لا نبدأ إذن بكشف الشبهات أول بالكتاب الأصلي ثم بعد هذا ندرس متن القواعد الأربع لأنه مختصر. حدوقة في سويديو ما دام كتابك كني قواعد أربعة ووأجي هاي كتاب كشفهاتك كتابك أصل كأهم حين هو بلا بويني. نقول هذا ليس لنا، هذا لابد من الرجوع فيه إلى العلماء، والعلماء قالوا يبدأ الطالب بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ثم بعد هذا يدرس كشف الشبهات. وحلي هو شاس حق إن ماها علم ذي أوت الله علم ذي نوحي نوت المامين إن يمرك ورمي متهاي إن لبلابه أصول الثلاثة كذب من قواعد الأربعة كذب من كشف الشبهات كذب من كتاب التوحيد. نعم. بل بعض العلماء يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. علم ذا قارو حليهن وحن بنانين إن لآخر يمرك وهري كشف الشبهات كأيضا لآخرين كتابك توحيدك كتاب التوحيد. إذن حال طالب العلم، حال كل مسلم لا يسمع ولا يقرأ ولا يحضر إلا بعد سؤال العلماء، هل يصلح لي هذا الكتاب؟ هل أستطيع القراءة في هذا الكتب أم لا؟ قفك مسلم كحال كيسو، قفك طالب كحال كيسو، وقفك مسلم كورن حال كيسوي، حالك وقفك مسلم كنا وحويان مركو طلابه قاديو وحو يديني علم ذا وحو يديني محان حقين وحكب بلابا أما كتابين وحكب بلابا. لأننا في هذه الأيام يعني نرى كثير من الناس هدانا الله إياهم يعني يطالع ما عليها أهل الكتاب مثلا، يطالع ما عليها الرافضة مثلا، يطالع ما عليها أهل البدع، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
waxaan u arkayna maalmahan dadka qaarkii inay mutaaracaynayaan ama ay fiirfiirinayaan wixii ahlul kitaabka ay ku dul sugnaayeen ama raafidada ama shiicada ay ku dul sugnaayeen ama ahlul bidaa ay ku dul sugnaayeen naam kadhalik الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة رضو الله عليهم نعم يكتبت كور رمي وحي دحمر الصحابة هذه الكتب يحرم القراءة فيها على ما يذكر العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع كتبت نوع عصر كلائم أخي يوح حرام سيدة وشمسام الشيخ عثيمين عليه رحمة الله وشيخي لماذا؟ محاد عين لا لأن القراءة في هذه الكتب قبل معرفة معتقد أهل السنة والجماعة قد يؤدي إلى الطعن في الصحابة محايل كتب النوع إلى آخر يوم كهر أنت هذا البارنين معتقد في صحابة أما سلفك توحي كنيسة إلى الصحابة الطعن السيد والذي يطعن في الصحابة رضو الله عليهم هو في الحقيقة قد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة قفك الصحابة طعنية أو درنا فعلا نبهانتي قفك سوح دري دينة الله سبحانه وتعالى بدري دينة النبي محمد نواد عليه الصلاة والسلام طعن في الله ألا أي طعنية أو دري وفي دين الله دينة الله دري وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولك الله دري عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة صحابة نواد درتان بأو تارك طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وحي طعن أن لأقوته سبحانه وتعالى إلهي إساقا دورتي صحابة ونقوم دورتي نبي جسين لصاحبة عليه الصلاة والسلام وطعن في دين الله لأن نقلوا لنا الدين نقل لنا الدين عن طريق الصحابة رضي الله عليه ولو طعن فيهم معنى هذا أن الدين الذي نقل إلينا نقل عن أناس ليسوا بثقات نعم وحي طعني أي دين كان قلت هاي دين كني يا نسوي قاسي وحي نسوي قاسي والصحابة وايد مركز الصحابة طعنين توضو وحي لم يتهي طعنين في الدين ته وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله وحي رسول كنا أي طعني قلت عليه الصلاة والسلام صحابة وحي كسو قنايين وسلم دريق يسي إذن مركز نبي قائل لطعني يوم وحي طعني أوطى هاي صحابة أما صحابة إلا طعني وحي طعني أوطى هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة هذا واضح طعن في الصحابة هو شيء استعدوي الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما شجر بين الصحابة رضو الله عليهم ومن الفئة الباغية وغير هذا نعم الله تبارك وتعالى إن ويدين ما يوحى الصحابة الدحمرية فتنها لكن سائلك الله سبحانه وتعالى لكن قال لي وحكوا السؤال يا هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان هل أطعت الله سبحانه وتعالى في هذا قال لي وحكوا السؤال يا سبحانه وتعالى إلهي ما كو أطيع ذي هذا الكأوال له سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ولقوا أماني دفت أخيار إيماني ربي قيمها بدنا الصحابة قراش هذا محلو يقاني وحلو يقاني إن قلوب توضن آني وحبه أبو قادم دم دافع سبحانه وتعالى ويديان وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي نبي قم أكو أطع عليه الصلاة والسلام ورهد أولي هاي أصحابك ديان العائل إذن لا يمكن أن نطالع الكتب التي ذكر فيها ما شجر بين الصحابة لأنه قد يقع في قلوبنا شيء نعم سورة قل معها وحفي عنا معها إني نطار عنه أما أين مذاكرين كتبتها كهالية وحي الصحابة الحمري في كم نطالع في فضائل الصحابة رضو الله عليهم وحا مطالعين إن وحي قصة أروري فضل الصحابة إلى هايين إذا تقديم قراءة الكتب والدراسة والسماع هذا لابد من الرجوع فيه إلى العلماء كتبت اللغوك الهرمارين ايو اخرين تا يدغيسيقا وحي اوباهان تا يلقى مرمان ايو تهي علماء دا انت بلغلال المغضوع يقلو ويبين ولا يقتر الانسان بنفسه قفكنا نفتس ايو ايانو كوكا تسومين نعم بعد هذا نريد ان نعرف قاعدة في الرد على اهل الباطل انت كدب وحن رمنا انا نبقيني نقرنو تير كا قابك اللور الدين يو دتك أهل بدعة الرد على أهل الباطل والرد على أهل البدع يقول يكون عند أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يكون منهم من طريقين
إن الرديو دتك أهل باطل أهل بدعة لبوا ديكو إيمان كرتا طريق مجمل وطريق مفصل رد مجمل ورد مفصل ردي أما نقضي ضوضوبا يمد تفصيل كتر ففاهنا لكن ليس معنى هذا أننا نأتي لأهل الباطل ونناظرهم لا هذا ليس في الصحيح معنى يضو معها إلى أهل الباطل كويماني أن لم نناظرين يعني للدوذيو نأتي لليهود والنصارى ونناظرهم هذا ليس في الصحيح معنى يضو معها إلى اليهود والنصارى كويماني أن للدوذيو ما هو الصحيح صح معها الصحيح هو الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه سيد الصحيح وحويان ووحى النبي محمد عليه الصلاة والسلام معاذ الله دري قال لمعاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني يهود ونصارى النبي محمد معاذ مركو يمن أدري وحكو يري وحد أتجد أن تقوم كم إذا أهل كتابك عندهم حجج عندهم براهين عندهم كتب توراة إنجيل حجوين إيا براهين بهيستان أي إنجيل كهيستان يتورات قال له ناظرهم موحي كوير لضط تكلم في أخطاء اليهود والنصارى تكلم إيش تكلم في أخطاء اليهود والنصارى موحي يركل هذا الخلادات كيهود والنصارى ماذا قال له موحي كوير ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله معاذ وحد كلها ليس وحد وهريها النقضه إن هذا يقول يدو إن يقران كلمة توحيدك إذن أول ما نبدأ به في دعوة اليهود النصارى المجوس الروابط التوحيد وحاو ظهر رأي قارد الله ويريو حدين نقطة يهود إيا كريستانك إيا الشيعادة إيا مجوس تبا وتوحيدك مفهوم؟ ما اللي فاهمين انتس؟ إذن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به مع كفار مكة ناظرهم أم دعاهم إلى التوحيد نحن سلم وحي وقوه الرئي ومركي لنبي الله سوى دري وقال هذا كلها الله كفار وقريش ووحي ضد بي أهيد ميا وحي أهيد ونتعيز قوية لي جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد بعثنا والله يا أي والله لقد بعثنا نعم لما أن الرسول اللي سوى دري ودن كلمة الحب الله سوى دري تري في كل أمة أي في كل طائفة ومدك استنوى لنساسا يهيد وحي الله سوى دري تري رسولا رسول بالغ سو ساري ما هذا البعث وما هذا الارشاد نعم حال لا سو ساري ولا لا سو ديري ان اعبدوا الله اي وحد الله الهي كلي عابدوا اسغون وحده واجتنبوا اي ابتعدوا غايه البعد عن الطواغيت كفوا هذا فغاشا روفك ان العابد الطاغوتك نعم اذا الطريقه الصحيحه في الرد على اهل الباطل تكون من قلنا من طريقين من وجهين طريق مجمل وطريق مفصل هذا ما وضع أهل الباطل كالغور الدين كرو ولا ما طريقه يسيد أن صور شيخ نيبا طريقنا وامد الضوبان طريقنا وامد تفصيل كتر وفافين كتر الطريق المجمل يقول عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعرف كل موحد بشرط أن يصغي لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام طريقة نعم. مجمل كاسس محمد أبو شيوح ويان قف كستا وحال الربائن وقلق هارعيو كلامك الله سبحانه وتعالى كلامك عليه السلام ما هذا الطريق المجمل؟ الطريق المجمل أن صاحب الباطل لو يأتي بشيء بأي شيء نعم على باطله نعم طريقة مجمل روح ويان هدي وقف صاحب الباطل فولي ما دوه شيء لو قال لك مثلا هذوك قيل صالحان اول خلق الانسان قرد يعني خلق الانسان كوح وجوه الري وحويان ودانير ويقول عندي ادله وبراهين تثبت هذا وحان هيا ادله تسين يا اركاس سوغيا نقول الرد على هذا اصلا من وجهين مجمل ومفصل وحان تاكل الدين كرنا لبا طريق من نوى ضوضو من نوى تفصيل المجمل تقول هذا الكلام الذي تذكر أنا لا أعرفه مد مجمل فوح ويان هذا الكلام أنا أتشيكي سأنوكو قرن مايو ولا أعرف الرد على هذه الأمور اللي تقولها قاف لور الدين قرن مايو لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض لا يتعارض
لكن وحن يعني قوان وان امن سنه هي كلامك الله سبحانه وتعالى انانو اسبرينين وانت من الذين سمى الله لنا ادنا وحد كمتا قوى اللي لو مغعنو مغعابي تتبع المتشابه وتترك المحكم وحضر الراعيسة وحيابه متشابهة وحكت لك يسوحي محكماتك أها وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة ظاهرة لا يمكن العدول عنها أكثر نذا وحد النصوص عد عد أو عن صورة قهية نكلي حنو أول خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب خلق إذا إنسان كان حقوه نبي الله آدم آدمنا وحل لقى أبو رعيدة قال اسمع إلى ما قلت قل لا أسمع لك كما دغيسن ايو هذا رد يسميه العلماء رد مجمل تنوك العلماء وحي يقانان ورد بوضوب الرد المفصل تفصل في الادله كردغا يعني تفصيل كنا ومثك الادله لو تفصيليه لو قال لك المبطل او المشرك على ما سياتي الان معنا في القواعد الاربع لو قال مثلا لك الشرك فقط محصور في عباده الاصنام هذو قفكو إلى هذو شبكي قاوم بكوكو بيها كلية تون أصنام تإلا عابدو أما عبادة الصالحين عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عبادة الملائكة عليهم السلام هذا ليس بشرك أما إلا عابدو الصالحين تصير أنبياء الملائكة الرسل شرك معها وقال عندي أدلة على هذا وقول إلى هذا وحانوها يا أرنكاسي أدلو تقول هذا الكلام الذي تذكر أنا لا أعرفه وحال أرانا يساورك أدوغا أسيقي سأنوغ قرن مايو ولا أعرف الرد عليه قابت الوهر دينا ما قرن أيو وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم وحاد كم يتيكوه الرب سبحانه وتعالى أنه ما قعب راعي شبهاتك يعني أن يتبعون الشهوات صح؟ اتبع المتشابه راعي متشابهة يعني الأدلة التي فيها تشابه ويترك الأدلة المحكمة البينة الظاهرة الواضحة وحد كم يتكور الراعي أدلة متشابهة محكمات لنا كتجية وعندنا نصوص محكمة لا يمكن العدول عنها وحققت نذا هذه النصوص محكمة أن لقل لي حن كريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادة بتوحيده ونهى عن الشرك سواء كان الشرك في عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في عبادة الملائكة عليهم السلام في عبادة الصالحين ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك الله تبارك وتعالى وحو إنو عدي إن أمري أم إنو الشيء سبحانه وتعالى إن عبادة لعابدي صالحين تا إيا ملائكة إيا وحي لمدة إن يتهي الشرك أي تهي فرق مرد حيو إلا عابد الصالحة أما إلا عابد قيد إيا وحي أصنام لمدة مفهوم؟ أنت ما لفهمي إذن الخطر كل الخطر من ترك ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم خطرت وحي كل سقنطة هاي إني نكتبنه وحي النوح عليه الصلاة والسلام إنه قدقي قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني يتبع النصوص المتشابهة ويأتي بأشياء لم تأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليه نبي كانت لا في كتاب ولا في السنة ولا في سلف الصالح نبي النبي عليه الصلاة والسلام مكة أركتان قوة راعية أشياء متشابهة فماذا نصنع محان سمينينا قال فأولئك الذين سمى الله أي وصفهم الله سبحانه وتعالى لنا قوة سوى قوي الله تبارك وتعالى المامي فاحذروا كالدكتور هذا كان في زمن عمر رضي الله عنه رجل يأتي بالمتشابه نعم ويثير هذه الأمور والشبه بين الناس حل لي عمر وحاشرينين وحياباه متشابه الله إيمانية ذاتك نحضر الشبهات كفها فينية فأتى عمر رضي الله عنه أمر به أن يؤتى بهذا الرجل إليه عمر وحو أمرين كائن لوكينه فجاء إلى عمر رضي الله عنه كان عمر في كل يوم يضربه ثم بعد هذا يضعه في السجن عمر ما لم يكن هو قراعي كري وحنا بيجي كري حبسية فتعب هذا في كل يوم يضرب ثم يدخل إلى السجن فقال لعمر رضي الله عنه نعم ما لك استوى قراعي حبسي وقال يا عمر منك وحكوي لي فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي يعني إن أردت قتلي اقتلني الآن كل يوم أضرب
ثم أدخل إلى السجن. نعم. نينك وحكي عمر عمرو هذا دوني سيدل إلا كلمالي ولما أنت الله يقرعو يا حبسي الله يدقني. وإن أردت تأديدي فقد تأدب، يعني لا أعود إلى المتشابه أبدا. هذا دوني سيد بنتي إذا نواي أدبي سيء أنقن ما يو حيوان متشابهة. فعمر رضي الله عنه تركه. عمر نكي ويسكتك يعني. وأرسل وراء هذا الرجل أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى أيونيك يكذب الدري حتى يتأكد أن هذا لا يرجع إلى المتشابه. سوى عمر وبشر تنين كاسي موسى كنا قوانين وحبيبة متشابهة. فلم يرجع. كم الله بنا. إلى أن توفي عمر رضي الله عنه. إلى عمر لقى لأفسده. فعندما توفي عمر رضي الله عنه جاء الناس إلى هذا الرجل وقالوا ارجع إلى المتشابه. مات عمر، لا توجد لا يوجد قتل ولا حبس ولا غيره. نعم. عمر مركه ودين تيبا دتك وحي اوتك انك وحي كو يلاهدين وحيابيه متشابهه كلها ومحايله عندنا كو ديلميس عندنا كو حبسيسو. قال لا ادبتني درة عمر، يعني الضرب. نعم. بنتي عمر يدلك سيما يدبسي كما نقولوا في هذه الايام مال مهن اكثر ما يكون عندنا بوسائل الاتصال هذه. وحا أقول بدن أكثر أن هذا هذه معلومات وحا ويان وحيا بها اللي يقن السوشيال ميديا أكثر ما ينتشر المقاطع، مقاطع علماء الضلال والفسق والفجور. وحا أقول بدن القفة في وحا ويان وعلماء اللنسان أفكار توضا يأتيك مقطع فيه ما قال الرافضي. وحا كتيرا مقطع ير أما فيديو ير وأيكاها الليان قليها الشيعة لا الرافضة، الرافضة أحسن. نعم، لكن إذا هم ما يفهموا قل لهم أحسن أن نسمي هؤلاء بالرافضة للشيعة. نعم. أنه أنت بدأ الشيعة الاستعمال لكن الشيقة وحا أدو في عين الاستعمال لك لماذا الرافضة؟ لماذا أستمع للرافض يا أنا؟ محاك كل دقي سنة يساء الرافضة ذوح إليهم. لماذا نستمع إليهم وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محين أقول دقي سنة إذا أحمد إنه قد عليه الصلاة والسلام اسمع إلى ما قال فلان وهذا فلان إمام في الضلال نسأل الله عافية السلام وحيقورنا يندقيسو وحاولي هبل هبل كلنا وحوه قامية كوية هيبة بارضة اسمع إلى ما قال مدعي النبوة، مدعي النبوة كافر كفر أكبر دقيسو كان شيغاني نبي لماذا يا كافر كاف لماذا لا أسمع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ محين أقول لك يسأل الله أن كلامك الله سبحانه وتعالى كلامك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويزيد على هذا يسمع هذا المقطع وينشر إلى آلاف مؤلفة تاو قصي دريا إنه مقطع يسأل لك يستوب كدبنا وفافيه وفافيه كما ننقف نشر أحاديث ضعيفة باطلة موضوعة منكرة مقاطع ضلال وكفر وفسق نعم وحفافين أحاديث موضوعة وحباء كثير مقاطع وحباء كثير وبادي وفأتكو الحفافين يا لماذا؟ محاد عي الشيطان يريد هذا شيطان بأرنك دونيا ثم هذا الشخص أو من نقل له المقطع في وقت المعصية تذكر هذا القول الباطل نعم كذبنا وقت جات لدقي سنة يو مقطعا إن كان ضال لقى هذا الكيس يعني حصوصه هذا الكيس حصوصه ولو نفتش الآن الأجهزة الموجودة نجد أغلب ما في الأجهزة ها حق وباطل هذين هذا بربارنو أجهزوي كان الكمبيوتر ردا يا إنترنت كلا بربارو وحا أقوبنا اللي غير يمحيهم هذا في أجهزة من في أجهزتنا نحن ما ينقع يسكره رحم الله ما ينقع يسكره يا اخوانا لابد ان نتقي الله ان انه الله كبغنا سبحانه وتعالى لا نستمع مجرد ما اتيك مقطع مثل هذا لا تنظر اليه اصلا كلية مقطع في سوق قال انها دقيسين هي دنها كقلي كان الواحد العالم من علماء السنه يامر برجل من أهل الباطل يمر عليه في الطريق من كم إذا علم ذي أهل السنة أيا مريد شري قف أهل الباطل وددك مريد شري فهذا الذي عن الباطل يقول لهذا العالم يقول اسمع مني ولو كلمة كلمة واحدة اسمع مني نينك جدك فردي يا أهل الباطل كأه نينك عالم السنة وحكوده شري هل كلمة قد قيس حتى وهذا العالم يضع أصبعي في أذنين يسد أذنين
نعم عالم كان وجه فريه سجلني دقيه ساسيا وأمة قال هذا الكنيك أو الباطل كا ويقول لها ولا نصف كلمة لا أسمع منك حتى نصف كلمة كما دقي سنة يوم واليوم نسمع إلى محاضرات ما ونقرأ كتب لأهل الباطل ما أنت وحي إنه أدو دقي سنة محاضرات أهل الباطل في كتب صورة هل أتممنا كتب أهل السنة مين دقي سنة كتب أهل السنة هل سمعنا لمحاضرات أهل السنة كاملة أهل السنة محاضرات كتب دقي سنة ودما يسلن هل عند أهل الباطل الحق وعند أهل السنة الباطل؟ أهل الباطل كما أكثر محبة هذه أهل الحق أكثر من باطل بها هذه أنت كن مع الكتاب والسنة والسلف الصالح وحاتد ذا شهادة يقولنا لجلتو كتابك يصل لذا يسلفك الصالحة حتى صار البعض يرسل مقاطع سب واستهزاء بمن بالله الى قاطوث اي جارين ان يديران اما اي نشريان عيل عيل الله سبحانه وتعالى وبالكتب المنزله من السماء وبالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام كتبتها لسوده يا انبياء ضبا يا صالحين ضبا قل ابي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ وتنقل مقاطع إلا سب للرب سبحانه وتعالى ما تشير مقطع يعني محوه هاي ما أنت الله نسينا يا أم الله في دينا إلا بحر حمباسي هي عيل وعي الله سبحانه وتعالى وآياته يا آياتها الله يعني تسخر وتستهزئ وتلعب وتأتي بالنكت على الآيات الشرعية أو الكونية وحال الله إيماني سا أدو كجه زيسي آياته الله سبحانه وتعالى ورسوله إيه رسولك اسم محمد عليه الصلاة والسلام كنتم تستهزئون وحاضه هيدين كوجه زيسي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان ها عذر دارانينا واد قالوا دين إيمانك نكذب يا أخواننا الحذر الحذر من هذا والله اللي يرحمك أنا أدو الدكتورانو نعم بعد هذا محتوى هذا المتن المبارك انت كذب وحقوق كل سنة يوم الرصدي متن المبارك يحتوي هذا المتن على اقسام ثلاثة متن قال يقول الرصنة يا سدح قيبوت مقدمة خردع لماذا ندرس التوحيد محين التوحيد هو أخينا القواعد الأربع يا أختي رشا أفرطاء المقدمة وفيها عنوان السعادة أو أسباب السعادة هرولع وحا كتيرا أسباب الإيمان ثم لماذا ندرس التوحيد وهذا مهم كذبنا محين ودراسين تانا وشيء مهم كها ثم القواعد الأربع كذبنا قواعد أفرطة أعيد مرة أخرى ما كلامك علينا إياه ذكرنا لماذا ندرس التوحيد وحين الصوت شيء محين وأخينا التوحيد كه لماذا ندرس هذا المتن المبارك متن القواعد الأربع محين ومتن القواعد الأربع وأخينا لماذا ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك مؤلف كمحوه كتاب كان أؤلفي الرد على الشبه التي أتى بأهل الشرك في زمانه إن لقر ذي أهل الشبهة شبهات كذا وخلاصة لكتاب كشف الشبهات يئنو سوكو بيو كتاب كشف الشبهات لابد من التدرج في قراءة ودراسة الكتب وحلق مارمان إن في تدرج ترتيب لو أخريه كتبته كيفية الرد على أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل قابل اللو ردي أهل الباطل كلابو دي كنت ما دا قابل الضم قابل تفصيل أقسام هذا المتن المبارك ثلاثة أقسام قيبها متن بركيسان وسدح قيبوت نبدأ الآن بالقسم الأول هذا وحي نكون بالآبان هنا قيب في وجوه الرئيسي بالمقدمة وردعة وفيها قلنا أسباب السعادة أو عنوان السعادة وحا كنت رسان صوش يقني وحا لو يقانو أسباب تليبانتا نعم اترك الكتاب يا شيخ اترك الكتاب لا تكتب انتبه معي هذا نائم نعم القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة قيبت أبوه الرئيس وهو ردعه وحانا كنت را ليبان تعوان كذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم مؤلف وحكوب لو ذي قرال كيسا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم كما في القرآن وفي السنة نعم
بس مرضو كبل أوذي وايو قرآن كي يسون نذي كل شرته ثم دعا للطالب كذبنا ودعي أرضي وهذا فيه يريد كل خير يلحق بالطالب والقارئ لهذا المتن عندما دعا للطالب في أول المتن هذا فيه شفقة المؤلف بالطالب والقارئ يريد أن كل خير يلحقها من يقرأ هذا المتن أو يحفظ هذا المتن مركة أود عيني مؤلف كأرضيقة تاسيوحي كنت سنيسا نحريص تأوهيو أرضيقة يعني مؤلفها نعم قال من دعائه قال أن يتولاك في الدنيا والآخر أن الله سبحانه وتعالى يتولاك في الدنيا والآخر يعني تكون من أولياء الله دعوينك ومؤلف كطالب ودعي وحكم إذا إلى الله سبحانه وتعالى وأدوكما ملوك وولي نقضاء الدنيا آخر من هم أولياء الله وأي أولياء الله سبحانه وتعالى أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله أولياء الله وقوة الله سبحانه وتعالى وراه ذي القرآن وخش يا جي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى أولياء الله سبحانه وتعالى في سورة يونس الغش غيبة أولياء الله سبحانه وتعالى ولا بطر إليهم أولياء الله عبسنا ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكونوا رميه أدنى وكانوا يتقون عبس ذيوي نعم يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى وحي كل سدين إيماني ألك عبسي ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا قفك هذا مؤمن وتقيا كان لله ولي ألا أي ولي أنقني سبحانه وتعالى ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سيدا تراد تقدمتي وحو ألف كتاب القمة قعابه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مركب وحا لقى مرمين وقال قادنا أولياء الله سبحانه وتعالى يا أولياء الشيطان يعني فرقان يعني كأنه فرق بين السماء والأرض يعني وحي لم يتهي فرق يقول حي يقول كي عرق وكلام نعم إنسان ينام بين القبور قفك وحو السيحانة يا قبل قبور تدحض هذا يشرب الخمور خمر وعبيا يزني وزني سنة يا يسرق وحضيا لا يأتي بالطاعات لما إيمان يطاع لا صلاة صلاة لما إيمان ولا صيام صوم لما إيمان ولا يتطهر من النجاسات نجاسين كما طهينا هذا ولي والله لا شك في ولايته كان ولي ألمها سبحانه وتعالى من أولياء الشيطان لا أحد يشك في ولايته وحو كم ذي هاي أولياء الشيطان قفنا كما شك سنة كما شك لا إيمان ولا تقوى إيمان يطلب من نوم ولا غفكني ثم ذكر كذب وحو الشيطان مؤلفك أشياء ثلاثة سدح شيء مشيقي إذا فعلها العبد هضوء الضوء في السماء يوم حصلت له السعادة بإذن الله ليبان بوهلية إذا بك الله سبحانه وتعالى ما هي محيطة هاي الأول أن الإنسان إذا أعطي شكر يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم قام بشكرها لا بكفرها مدى أقوه الرئيس إنسان كهدي الله سبحانه وتعالى أقول نعمة يوم ويكسك يأكما قالوه أولا لابد أن نعلم أن النعمة ابتلاء مركو رأينا أغانو نعموين هو امتحان كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء نعم واختبار وامتحان نعمك سأل سبحانه وتعالى كل نعمة امتحان بأذيك وقتها ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله عليه سبحانه وتعالى وحال إذن كل امتحانينا خير شربة فتنة لك قدرني نعم فكيف تخرج من هذا الاختبار والامتحان سالما سيد وقبل حيث امتحان كان اختبار أضوبة بادي أولا قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله كور انت عن النعمة بإيمان كمحدنا الله وحنه سبحانه وتعالى وبعد أن تأتي النعمة تشكرها بالقلب واللسان والجوارح كدي ما في نعمة اقتماد وإلات قلبك يا ابنها يعرف هذا وشكر ساعة الآن بعض الناس يمشي في الطريق هذا الدقيق أركي وضضي مريم ويرى متاع الدنيا من القصور والعمائر والسيارات و وحي أركي أن راح هذا الدنيا يكمل تهيد اسمه إن كان يوحيابه إنه مغضى ماذا يصنع؟ حوق في السمين إياه في ماذا يفكر؟ حوق الفكر إياه في الغالب يفكر
انت بدو وحكوا فكر يا يقول لو يتعرف علي الرئيس لو يتعرف علي الرئيس هذه يعني مدحوينها وقرن لها او الوزير اما وزيرك او التاجر اما قفك تاجر كالملياردير يعني هذا التاجر ايه وقفك والعقد بدن له ويقول تعال ورانا يا كالي خذ من اموالي ما شئت ودع منها ما شئت حوله هيك وحا لو وحا دونت كقال وحا دونت سغتك صحيح مسحبا اكثر الناس على هذا دتك بدغودي واسداس الجنه تطلب من من شنو يا لغا دلبيا من 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 الله سبحانه وتعالى لماذا الله لغا دلبيا ما دعي لماذا لانه لا يقدر احد على اعطاء الجنه الا الله سبحانه وتعالى حي لتنذا بحنتي اذا اذا الله سبحانه وتعالى ما كرهته طيب الرزق طلب من من رزقك يا لغا دلبيا من الوزير ما وزيرك من الملياردير منك تاجرك من الرئيس ممدح وينها إذن هذا الذي يخطر على بالك عندما تسير في الطريق وتقول لو تعرف على الوزير أو التاجر أو فلان هذا تعلق بغير الله إذن تايا هيد مكة تلك مريسة بقصور تعرقته وقلبي كاقص وحداد قران لهذه وزيرك ممدح وينها أرقى سوكله معها مد لا يتعلق تعلق بغير الله يعني وتعلق وحد ناس افتقار لغير الله إلهي غير في الله هذا سبحانه وتعالى طلب الرزق من غير الله إلهي غير رزق إن لغدلبه وتوكل على الحي الذي لا يموت وحات لسارة هؤلاء يموتوا وحات لسارة الله سبحانه وتعالى إيه نول إذا عندما تمشي وتنظر تطلب من من مركعة صحيح من الله يتدل بيسا الله سبحانه وتعالى وهذا الذي تسمع من بعض الناس وتسمع في الأخبار نعم وحني وحدث قارتي أتكمق ليسه ماذا صنع لنا الحكام حكام تمحي أن نجا نور سميين ماذا حدا معين رقم تاني أين حكام العرب أوي ماذا حدي عرفتها أين أهل الخليج أوي ماذا حدي أهل الخليفة ذا أين أوي هذا تعلق بمن بغير الله أرن كني وحدنا شاء لغيره سبحانه وتعالى ماذا صنع لنا العلماء ولماذا محيين وقبتين ماذا صنع لنا كذا محيين وقبتين أخذوا أموالنا ولها النقيقاتين لا لا تتعلق إلا بالله أكو حدنان وحن الله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله هو أدعابذي سأل السقلي سبحانه وتعالى لا يملكون لكم رزقا وحبر رزقي إذن ما هننكرانا فابتقوا عند الله لا عند غيره ألا أبتي رزقي كذلبا الرزق واعبدوه استغنى عابده سبحانه وتعالى واشكروا له كل شكرية مفهوم إذن قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بمن إلا بالله انت ان نعمه ايمان كهر قلبك قالها كحنا وحنا الله سبحانه وتعالى وبعد ان تاتي النعمه تشكرها كدي مركي النعمه تمادنا الهي وشكر سبحانه وتعالى كيف تشكرها سيد تشكر نيسا بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما بك من نعمه فهي من الله ان قلبي يقرط نعمه ولي بقو ايمان سنك من حق الله سبحانه وتعالى وتشكرها باللسان عرفت وشكر نيسا من اين لك هذا حقيت وحني كاغيني قال هذا من فضل ربي وفضل الله سبحانه وتعالى كيف اصبحت؟ حاسس وبريستي قال الحمد لله الهي مهدي سبحانه وتعالى كيف ذهب عنك المرض؟ حنوك سيك كاغتكي قال بفضل الله فضل الله سبحانه وتعالى كيف حصلت الزوجه وحصلت السياره والبيت؟ سيد فضل ربي سيد كوها شحاس يا اولاد يا باوربا وفضل الله سبحانه وتعالى بالجوارح حبناها سير لغة شكرين إياه تصرف هذه النعم في شكر المنعم وحاد نعموين كان أقول لي حين يسير أتكوت شكر سور اللي يكون نعمه سبحانه وتعالى نعمة المال ينفق في طاعة الله لا في معصية حولها النعموين كوضا وحا لغة بحياة طاعة الله سبحانه وتعالى نعمة النظر ينظر فيما أباح الله لا ينظر فيما حرم الله عندها النعموين كوضا وحا لغة فيه وحرب لكوب النية سبحانه وتعالى نعمة العلم تعلم الآن لابد يعلم نعمذا أقوانت علمي قونا مكتب برطوانات تتكبرتها ذكر ابن الجوزي عفى الله عنا وعنه ابن الجوزي قلت الشيخ الله ينعفيه ذكر قصة الشيخ والشيخي وهي أن الكلب جاء للأسد وحي هي تقيبة وقوية مثل لباح الأسد هو ملك الغابة سانقرين لباح من أبو بقر كا دكتور شوكتا فقال الكلب للأسد
إن اسمي هذا ليس بجيد أريد تغير اسمي وحيري كلبي وحيري أسد مقعي قاني ما في عناه إقبدل فأبى الأسد على الكلب قال لا لا أغير اسمك لباحي أرنك واديني لأن الكلب من طبعه الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب يعني كلبي وحيا بها وقال هو حكم إذا خسيس نمو خس ملي قال خسيس ليس بجيد يعني وحفي عن ما أخر يعني وحو ناكسن معها فقال لا تغير اسمي وعكوير مية مقعي قوينة بدشها قال لا أغير أسكي وحور بدلي مايو تغير وبدلي سا لا أغير ما بدلي فقال اسمع وحور كذب دقيسه اختبر واكو امتحان يا إن نجحت في الاختبار وغير اسمك إن إيش إن نجحت في الاختبار وغير اسمك حدي أتكب قولي شت امتحان كان مقعي وبدلي قال تفضل هذا الاختبار وحور السودوبي قال خذ هذه القطعة من اللحم هي اللي كان قبل كقاضي احفظها لي إلى الصبح إلى بريت إيهاي إيه إلالي قال هذا اختبار سهل أخذ القطعة من اللحم وأخذ ينتظر الصبح وحور وامتحان كيف الضغوط قاضي وحور قد قال إنه سويلة صبحي فعندما يعني قرب الفجر اشتد الجوع على الكلب مرك أواو السود وادين ودلاعو أي أيدي آدو قاتشوذي جوع شديد قاش آدو درن وبرد قبو ويغير أو لا يغير يغير اسمه أو لا أوكي مرك ما بدله مش بدله يوم آكل ما آكل ما عنا مش بس كذا أغير أو لا يغير اسمي ما بدله مش ما بدله يوم حتى اشتد الجوع على الكلب إلى مرك أيدو أي قاتشوذي قدر ناطي فقال الكلب ايجي وحيدي والله ان اسم الكلب اسم حسن جميل والله اكل اللحم والله ما كنت دارت ملع اي وملع في حويه يمكن ابو حني الان تعرف من نعم قال الشاهد ابن الجوزي عفى الله عنه يقول الشاهد ان الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزه رضي ان يكون اسد يعني قف يعني محل قد اللي شريا وحو يقفك عدل ايش قف الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة ورضي أن يكون أسد قفك كسب ريا حمانتا معصية وقفك يعني سيدة يعني عزك يشرفت يعني هذين يهيري نعم والذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخسة أن يكون كلب قفك أن هو يكسب رنا حمانتا وسيدة إيغو أو كلي ورال يكون غضي وحس وأنت جرب نفسك نفت هذا بالتجابي تخرج من المسجد مسألة قبح تمر مرأة هويني مطمريسة كلب أو أسد لا أدري هويني مطمريسة ما أيبا مسوا لبح كيف تعصي الله بنعم الله سيد مرك أبو عسيس العلي الله سبحانه وتعالى تعصي الله بمرأة من الله وحد الله سبحانه وتعالى كو عسيسي هويني هذه نعمة صوب كد كفرتها نعمة ده وكو قالوا لي مفهوم إذن الأول عندنا من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أعطي شكر أكثر هذا وحوى يصوف أقول ري وحوى يان أقومهم سن يسعي ليبانتا إنسان كمرك الله نعمة يواشكرين إياه الثاني إذا ابتلي صبر مد الله بعد مرك الله تربه وصبر إياه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض بفقر فقد مال فقد ولد فقد الزوجة ماذا يصنع هذه قال لكم ابتلي سبحانه وتعالى علمه سوايه أولادي سوايه حولي سوايه محصمين إياه هناك من يتسخط يعترض على قضاء القدر قف اسعى قلني يا شراء ومحوها يا كهري من يقضيها الله سبحانه ويقدر كيسا لا يرضى رالي من نقوني قف قاس يتسخط بقلبه قلبه كعرون يا أو بلسانه يصيح عربه كعرون واقعين يا يقول يا لهوي يقول يا لهوي يا لهوي ما أعرفه ومصيبته يعني يقول لي لبا يقول دعيه يسوى يصيح يعني بصوت واقعين يا أو يلطم أما واحد لما نقول براعية أو ينتف الشعور أما يعني تمي يعني تفيا أو يشق الجيوب أما نركب الجحجحية أو يكسر الأشياء أما وحيا موجي الزمنية هذا تسخط كبيرا من كبائر الذنوب وحفعل كنوعا وكلنا وادلق من دميدة واويني الواجب بإجماع الأمة الصبر وحواجب أسيع لماذا مدوى إجماع كتها هاي إلا سفر الله ذو يصبر بقلبه قلبي وكسف ريا وبلساني عرب وكسف ريا وبجوارح ابنه وكسف ريا نعم اترك الكتاب الثالث من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أذنب استغفر
نوع السدحات أسباب الليبان توحوا إنسان كمرك ودم بابه استغفر بالله إيمانية. ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب. شككم تشروا إنسان يودم بابه. لكن الإشكال كل الإشكال في أن يذنب ولا يستغفر. لكن إشكال وحوى ينقفك إن أودم بابه ثم يستغفر. يستغفر. إن أودم بابه هذانا واستغفر ويدي. ليس معنى هذا أن يذهب الآن يذنب يقول أنا استغفر. لا. معنى هذا ما هنا هذا الدمبي أكسر قليش ما درست ولا إيمان. لكن الشيطان يقنط الإنسان من رحمة الله. الشيطان خوفه إنسان ككبو سنين حريص الله سبحانه وتعالى ويقول مثلا لهذا أنت الآن هنا تتظاهر بالتقوى والصلاح والبارحة صنعت وصنعت وصنعت مثلا يعني هذا وحو كله ورساكته وهذه عبادة يستيقوا دي صلاة دي انتم عادة لتكذيوا خير كسمي فيقول له الشيطان ابقى على الذنب ولا تستغفر وحو كله الذنب يستغفر باقي نقول استغفرنا الله إيماني لا لابد من الاستغفار لقام أرمان وحاها إلى الاستغفار الاتمادي والتوبة والرجوع إلى الله ربنا ونقض سبحانه وتعالى حقيسه إذن أسباب السعادة ثلاثة هذا ما أسباب الإيمان توسدح تنظر إليه وقت السراء شاكر وحد يجلس وقتك برواقذا أديك وشكرني وقت الضراء صابر وقتك وقتك لبكنا الطفل يسوق وعند المعصية مستغفر هذا السعيد وقتك مع سيدنا آد استغفار الإيمان يسوق أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيراً.